Eu preferia Roblox na Google Maps. نوصل جماعة، اسمعوا يا جماعة، نحاول أوصل للعالم الثاني. وصلت له جماعة، هذا هو العالم الثاني جماعة. نهو هذا خلاص، احنا فوتنا العالم الثاني. هلا حاولت أعمل بعض التريدات، ما أحد برضه يعمل تريد معي. أنا بس في شغلة وحش اشتريتها بالجيم مثلا امبارح، هاد ستنس هاي، لا هاي على ستوري واحد، كنت محتاج انا ستوري كمان زيادة، عشان صار عندي من كل نوع فاكهتين. انا امبارح فتحت بتحاول يجيب هاي الفاكهة، ولقيت واحدة بالارض، بالارض من هاي، حرام كان يروحوا على الفاضي. ايه شو اسمه، ايه طلعت اشتريت عشان اخبي الفواكه، واليوم لقيت فاكهة. اوه هون كان في فاكهة بس ما في منها فايدة هاي السبن. لقيت اليوم فاكهة، الفاكهة اللي لقيتها هي فاكهة المطاط. شوف عنده ايش عطله، عنده اي واحد بين ما تريد بيكون عنده من كل الاشياء. اوه كان في فاكهة المتفجرة هاي، البوم هاي بدون ماجما. طبعا حصلت الهاكي اللي بيتحول نص جسمه لهاكي، عنده ما عنده 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 ما عنده. كل شي عنده، ما عرضه ما برضه اصلا يكبس، انه العرض تبعه اقل. شيل الضوء، الضوء تبعه العرض اكثر من عرضه. كنت اعطيه سبايدر، ما فيني عنده جماعة. الشبح اللي ما عنده من هلا واحدة بس، عنده ما عنده ما عنده عنده ما عنده السن. نظرنا هاي جيد، أعطينا لا ليش هنشوف هذا. هذا عنده كل اشي اصلا، ما ادري عم معتاد انه هو عنده كل اشي اللي عندي انا. هذا كيف فتح العالم الثالث؟ لا نقاطه بس 1.5 مليون، يعني مسحيكم فاتح العالم الثالث وهو بنقاط هذول.
اليوم نحاول نوصل حنا يا جماعة لليفل 750، إذا أصلا قدرنا نوصله ولا لأ. أنا سألت واحد إن كان ناجح عنده، اليوم لقيت فاكهة المطاط بالأرض يا جماعة، وعملت تريد فاكهة المطاط، عملت تريد فاكهة المطاط مقابل الدايمون و شو اسمه ديكي؟ و وهاي الدايمون، الدايمون و هاي مقابل المطاط. كان عندي منها تنتين وعندي منها اخذت واحدة منها بالارض، صار عندي ثلاثة. ما قدرت اخبيها لك، شو عملت؟ اول ما اعطيتها لك فاكهة المطاط، انا شو عملت؟ خبيت الفاكهة المطاط اللي عندي. طبعا اصلا ما قدرت ادخل لوحدي العالم الثالث، ساعدنا يوسف يا جماعة ضد البص، لكن ساعدني كثير فيه. طبعا فتحت هاي المهارة طبعا اللي بدها 50 250، فتحتها انا خلاص، صار عندي اياها. استنى نروح نجيب الاربعة سوا. كنا لا نسوي هيك من اول، نقوم نضرب فيهم الثلاثة دول. هذا مو يتعبى مثلا اذا ما قتلناه حدا. انا ما عندي غير 170 فراكمنت، ما عاد اشي. طرق التجميع كلها صعبة، ما في غير قاعد اطلب وحوش البحر، وين تربح اشي وحوش البحر الا قليل. طريقة ال تعمل رايت الفواكه، هاي بدك تكون حدا بساعدك، مو لحالك تفوت، لا مع حدا يساعدك، واللي عنده بودة أحسن إشي يساعدك فيها. وشو اسمه الطريقة اللي بعد؟ إنك تروح تحط اللحية السوداء. هذا موضوع شوي صعب، لك تستنى 4 ساعات بس من إنه تقعد تدور بالصناديق حتى تلاقي لك مفتاح. نفسنا 4 ساعات احيانا حتى يرسمن، يعني موضوعه صعب كثير. عايز يجي تريون هذا، لا نحاول نقتله بسرعة قبل ما يجي هو. انا تعبت بقتله، يجي يقتل لي بهاي السرعة. هو القتل فيه اصعب، اصعب من العالم الاول. العالم الأول بص بيعطيك 10 مليون بصات، هون جوا هاد 9 مليون، قليل حتى، قليل 9 مليون، قليل كتير. إلا هاد عطينا 12 مليون، يمكن نضطر نرجع للعالم الأول ونروح نلفل عند وزيرة الحراس. هاد شايف واحد ثاني شي، هاد عنده بودة. هو التدريب صعب، في فرق حتى أكثر من 100,000 فرق، أكثر من 1 مليون يمكن فرق، صح؟ كتير كتير فرق من هون لهناك، من جديد العالم الأول. نحاول نقتل هذول الأول، قتلوا ضرب واحدة. طبعا امبارح ما كنا محاربون الحظ، انا اخر مره جيت اقتل هذا البوس اللي معه متفجرات جاب لي السلاح تبعه. البوس هذا اخر مره اقتله فيها جاب لي العصايه تبعه، وحتى هذا لا، هذا لا، هذا البوس بعد مكان بعيد يمكن 8 ليفلات بس، ووصل ل 700 بس، كنت قريب. ايش انه اخر مرة قلت له حتى وقعت نظارته؟ ها
انا اصلا مش عارف ايش فائدتهم اليوم. انا خسرت 100 من هذول بلاش. اخذت ذاك الجوائز العشوائية عشان 13,000 مصاري بس قابل 50 من هذول. حدا انا فاهم اشي بالعالم الثاني. حتى اذا واحد بيسوي رايت للفواكه انا مش عارف وين المكان بالضبط. مش عارف انه وين المكان هو. انا جتر كلها رحت لها بعضها. هاي جتر ما رحت لها بس هاي ما رحت لها بس هاي رحت لها البعيدة ما في منها فائدة. يوم بعض الجماعة ادخل خليني اروح اشوف الرايد اساوي لقيناه هون بس المشكلة معك محاول واحد اذا موت بلينكين خلاص ما بيعطيك شي. هذا ما اعطاني فراكمنت ليش كل مرة بجي افتح صندوق بيعطيني فراكمنت. واصلا مش كل مرة بس انا اكتر مرات فتحته وطلع لي فراكمنت. يعني خلوني انزل وراهم لتحت حاول اطلع من فوق. سلسلة اثنين خلاص هو بياخد يا فاكهة يا فاكهة بيجي ياخد يا فلوس. لا عندي فكرة هذول عندي اياهم بايدي سنتين فاضي هيك نسوي شنو رايت احسن اشينا اختار ايس. مع اني انا ما لعب فاكهة الايس. لسه بده ليفل يعني لسه بده كمان ليفلات لسه 1100 كتير يعني. اقل اشي حنعمل شغلي كنت اشتريها اول بس قلت خلاص قلت اول شي لا من قلت هلا خلاص بشتريها. اروح عند هذا المحترم اسلوب قتال 750,000 انا مش عارف ايش دمجه اصلا وسمهاراته كلها مقفولة. هون ايش في هذا بص شكله بص انا مش عارف ليش. نحاول انه تكون نشوف قديش عايزين الليفلات. استني وراحت الفواكه يا جماعة. وينو؟ انا جيت اقتله يجي لي واحد يجي يقتل لي انا ساعة بقتل فيه ساعة. ليش هاي يعني يجي يقتل انا ما قتلت ساعة. حاول نزور واحد تاني استغفر الله. ساعة ساعة في ساعة حسيت انه رجع على المكان اللي كنا فيه. نشوف اذا في ثلاثة هون شوف شو عنده ولا ما هو هاي ما عنده. كيلو دائمة قصدي الروكت ما يرضى. هم فاضي لا اخذوا
دربس اسلوب القتال على ذولي سعره كثير غالي 750,000 750,000 قعدت اكثر من ساعة بجمع فيها اشتريتها شغلي وحدي بس ليش؟ انا احاول ارجع العالم الاول واقتل البوس ارجع العالم الاول انا واقتل البوس طبعا يبقى اخذ الدنيا ليش؟ تلفيل عنده اسهم هدول دول تلفيل قليل كتير الا 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 بس البوس طبعا هدول ايه لف اسلوب القتال لحد قديش 31 عندي حركي وقديش اللي بعته اوه عالي اول اللي عندي 70 بعدين 130 بعدين 250 كتير عالية اللي بعته للاسلوبات انا كان عندي فكرة اخذ الكويستة و لف الاسلوب انا اضرب التنين التنين قربت توصل ل 300 بس هاي بقى يعني 50 هي عم تصعب عم تصعب 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 بس عادي انا قاعد بلف لف العالي مش مشكلة لفت التنين التنين ما بدي لفلها هلا اصلا تلفيلاتها صعبة هلا التنين التنين تلفيلاتها لا مستحيل تلفيلاتها 300,000 كثير وبالاخير اطلب بالليفل هذا اطلب 500,000 ده انا من وين بدي اجيب 500,000 هدول الى دعم 28,000 الا لو جبت انا الدبل ماستري انا بطلع قلت 20-1 ل مو هلا بعدين بطلع قلت 20-1 لليفل الواحد مو هلا هلا صح انه بقدر حتى كثير اكثر من 10 على ليفل الواحد بس الفاكهه هيقعد يقتلوني لبكرة انا عندي 1,200,000 جبت من البصات اكتر شيء انا كنت العب ضد البصات انه البصات تلفل اسرع من الدول العاديين حق تنبؤ كبر شوي عندي دائرته كان اول ما جبته انا كان دائرته كتير صغيرة ضيقة واحد عبي دمه يعني اكره اشي الموضوع تعبي دمه فول على الاخر اول كان بيتعبي دمه بس ما بيتعبي بهالسرعة المليان دغري يعني ايش تحديث ال20 البيض اكريه فاضل 47 احاول لبي 70 وبرجع لكم نشوف فاضل فاضل جماعة انا بس شفت هذا يمكن وحش بحر يمكن اللي بيعرف هذا وحش بحر ولا لا يقول لي بس هذول يمكن اذا هو وحش بحر يكون مكان بعيد لحد ما حد وصل له اصلا ما حد دمجه بس ما عاد الحق اصلا قتلوا انه في ناس طبعا حتحاول تقتله شفتوا هاي اول واحد وصل له اصلا تقوم فاصل يا جماعة لفلتوا لسبعين لكن فتحت المعارضة الأولى أنا حاسة مش هالقوة فيها هذا ربطت هذا أول ما دمجت حتى أقل من 400 أكثر يمكن 520 تنين ساوة التنين اقل اشي فيها هاي لا مو اقل اشي هاي بس انا توصل على 2000 انا اصلا النقاط كلها حاطه بالفاكهه
خليت اسلوب يتلفل دمه قليل. انا غبي عارف يا جماعه ليش غبي غباء. انا اول قبل شوي قتلت بالاسلوب هذا، نسيت تغلي واحدة قبل شوي وانا عم فاصل قتلت فيه بدون هاك التنبؤ. اوكي لا قتلت فيه بدون هاك التصلب هاي، وهلا عم حارب فيه بس شو ناسي هاك التنبؤ. انا ضروري بس ضروري انا بنسى شغله، ضروري انه بنسى شغلات. انا اصلا كل ما بدي اعمل اشي بنص الخلود بنسى، يا احيانا بنسى هاك التنبؤ افعله، وهذا السبب ما بيخليه يتلفى كتير. هو تقبل هذا يا جماعة، حاولت ما ارجع لفل مرة ثانية بس صعب، بدأت اطلع ارقام اصعب من اول. مو اصعب من فاكتني، فاكتني اسهل، لانه فاكتني اصعب بيطلب مني اقتل عشرات وانا قدرت اوصل هاي الليفل، ليفل كتير صعب الفاكهة. جرب على الفاصل، صار في شوية أخطاء بالفيديو حاولت أصلحها، هو في فاكهة مجاني ناس مجان تأكد كم فواكه. هنشوف إذا في تريدات نسوي ولا لا، هنشوف إذا عنده شيء ولا لا. راح هناك عن اول هو بالسيرفر نفسه، هذا مسمي حلو الزعتر اختصار من الاسم. لا انا يمكن نطلع عربي مش عالين طلعوا اسلوب القتال. وقبل ما ننهي المقطع بس عم شوف معكم شغلي، هاي عندي من التنتين انا نبدأ معكم فاكهة اول اشي ده اصلا صلي لسه بعيد 40 دقيقة حتى اقدر اشتري فاكهة. اروح على العالم اول اشوف الهاك التنبؤ عنده ولا لا، عنده هو اصلا كبع بشوي يعني مستحيل يكون كبع بدون ما شو هذا. ولا عنده تريد ولا لا، عنده
سبايدر ما عنده ضوء، عنده ايس، ما عنده، عنده عنده ما عنده رول، عرضه سيء. ايش في 10,000؟ كله عنده منه هو. شوف واحد اخر غيره، شوف هذا ايش عرضه، فلا اروح هناك. مثل الناس اللي مخدمين مثلا اللعبة، السيفين دول اللي بيتفاعلوا مع الهاكي، انا مش عارف اسمه اصلا، هل هم بيتحصلوا بالعالم الثاني ولا بس بالعالم الثالث؟ اذا بيتحصلوا بالعالم الثاني، هاي الاشياء حصلت اللي بيتحصلوا بالعالم الثاني. شوف اذا اطلع هيك في النهار، كل دول عنده أصلا. لا الضوء ما عنده، مش عندي ايش اصلا اعطيه. انا لو كل الفواكه عنده منها، هلا نروح نشوف شي، بس نشوف اللي ما عنده فواكه. احنا هنعمل روب اللي عنده يجي. هلا نروح العالم الاول اشوف لك التنبؤ قديش، وطلع مجموعة نقاط وبرجع لكم.